الشغلانة بالمية بتجيناش إلا كل 4 أيام 3 أيام مرة، وهنا أما المنطقة لا فيها مية مالحة ولا مية حلوة. لما نشتري القربة القلم الأصفر 4 شيكل، وإحنا منملكش على 4 شيكل، وهي المية أنت عارف روح الحياة، بنغسل وبنجلي وبنشرب منها، يعني بنشربش بنضلها طول النهار لما يجينا واحد آخر الوقت المغرب. انتشر عنا أمراض الأوبئة والحكة والحساسية من قلة المية، والمية اللي بتجينا كمان تجيناش منيحة، مرة بتجي مكروت مرة ملوثة، مش مية مية مفلترة يعني لا، وبنحاول نشربها لأنه ما فيش حلاقة أحسن من هيك. بالناشد بخصوص المية، يا ريت كل يوم بس يجيبوا لنا مرة واحدة مية. والله احنا اقسم بالله محتاجين مية كتير، وعندنا أطفال وعندنا يعني ما انت شايف الشوب والوضع، يعني هذا المية هي عامل الأساسي في الحياة، واحنا بنناشد الجميع ايش بتقدروا توفروا لنا مية وفروا لنا، وهذا كله بميزان حسناتكم، لأنه الواحد عنده أطفال وعنده نساء وعنده أولاد، يعني عدوه يمشي حاله، وهي المية هي أساس الحياة. إحنا بدنا مية حلوة عشان كل يوم نشرب مية مالحة. إحنا محتاجين مية حلوة، وزقنا من المية المالحة ومرضنا من المية المالحة، بدنا مية حلوة. إحنا أطفال غزة جعانين وعطشانين، ممكن توفروا لنا مية؟